فقيه يلعب كرة فقيه باتجاه ترهوني، محمد ترهوني ترهوني، ولكن التغطية قام بها مدافع فريق كرارة. شرارة 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 يخطي، بس الكرة عن صلاح الطاهر، صلاح الطاهر لمحمد منير، محمد منير يرفع كرة منير، ولكن تنتهي بما تبقى من عمر هذا اللقاء. نأمل بيبرا، هذه محاولة خطيرة، اوتو 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 يسدد، والحارس نشنوش نشنوش يتصدى، اوتو مر من علي معتوق، مر مرور الكرام الناميبي، نشنوش يتصدى، يحرم اورلاندو من ثلاث الاهداف. شوف الاعادة، شوف المرور من جانب اللاعب اوتو، راوغ معتوق بسهولة تامة، هذا اوتو اللاعب رقم 11، لاعب موسيلي، جودمان، بيبران سدد في التنفيذ، ديون هوتو ترجع الكرة من جديد، ديون هوتو يلعب كرة خطيرة تبعت من تيربي، هذا الشند الخطير يسدد الكرة إلى لاعب رقم 3 بجانب أوتو، كرة للقراصنة، شاندو عند لوش، كرة خطيرة عند محمد شنوش، كرة داخل المنطقة، تغطية تتم بيع المحاولة للأهلي، بوسنة يتابع، كرة داخل منطقة جزاء فريق أورلاندو، التسديد من سالتو لكن بعيدة، محاولة سالتو بعيدة، شوايو يدخل 14، شوف الاستلام والتسديد بقوة لكن بعيدة، كنتوك علي معتوك باتجاه ترهوني كرة مع الوناء، بوعرقوب يرفع كرة، بوعرقوب سهلة عند الحارس الصفوري، مايلا هذا الخطير، جودمان، بيبرا يحاول مرور، بيبرا يرجع كرة للوراء، تبقى المحاولة قائمة خطيرة، والكرة البرة ترجع لين بهجمة، يقود اوتو يمرر، التدخل موجود، وبيبرا خطير، بيبرا تصدي من شنوش، نشنوش يتألق لكن في تسلل على اللاعب بيبرا، ركلة حرة غير مباشرة، آخر ربع ساعة مشاهدينا الكرام من نهاية هذا اللقاء، والأهلي لم يتمكن من علي معتوك أخذ الكرة من منطقة أورلاندو، كرة عند معتز والدفاع. السلام عليكم، سنتكلم اليوم عن واحد من أهم أنواع الفواكه، سنتكلم اليوم عن فاكهة الجوافة أو ما تعرف في شمال أفريقيا بالصفرجة، لكن قبل ذلك لا تنسى تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد قناتنا.